ننتقل إلى هذا الخبر معكم مشاهدين وبحضور أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الوفود العربية. دشنا معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد سديري معرض الخط العربي والذي تنظمه مكتبة الملك عبد العزيز العامة في تونس. تفاصيل أكثر مشاهدين في هذا التقرير. والمعالي والسعادة، يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذه الدورة من المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مع ترحيب خاص لوفد مكتبة الملك عبد العزيز العام. وبهذه المناسبة لا يمكن أن يغيب عنا ما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم وجهود كبيرة لتسجيل مدد في فنون الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي خير المادي البشري. تواجد مؤسسة وطنية سعودية مبدعة متمثلة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وهذا المعرض اليوم يتواجد في تجمع عربي من خلال اجتماع المجلس التنفيذي والمؤتمر العام. ودور المكتبة اليوم هو دور كبير ومحوري، وهي واحدة من المؤسسات الثقافية الرائدة ليس فقط على المنطقة العربية وإنما على منطقة الشرق الأوسط. سعداء بوجود المعرض الخط العربي الخاص بمكتبة الملك عبد العزيز، ويعتبر معرض متميز أعكس عكاسة جيدة جدا عن المملكة العربية السعودية ومشاركاتها في المنظمات الدولية والإقليمية. بدأت محطة هذا المعرض في مدينة الرياض، ثم إلى الدار البيضاء، ومنها إلى بكين، والآن نحن في مدينة تونس. سعداء جدا بهذه المشاركة، وبإذن الله تعالى يوجد مشاركات مستقبلية قادمة بإذن الله تعالى. يعني الأمانة الخط العربي يمكن أخذ حيز كبير الفترة الأخيرة واهتمام كبير، وهذا اللي نحتاج أن احنا يعني نعزز ثقافتنا بالخط العربي ونشارك هذا الخط أو هذه الثقافة مع العالم. فمثل هذه المؤتمرات أو مثل هذه المعارض مهمة جدا. مشكورة وزارة التعليم أكيد، ومشكور نائب وزير التعليم الدكتور محمد سديري على مثل خلنا نقول هذا التركيز أو تسليط الضوء على الخط العربي بالتحديد. بالعكس شيء نفتخر فيه وشيء جدا جميل.